بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات مقرر نظم المعلومات الإدارية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، والسلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه المحاضرة التي نستكمل فيها استعراض مقرر نظم المعلومات الإدارية، والذي يأتي ضمن برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع جامعة الدمام، وبالتعاون مع وكالة التعليم عن بعد. في هذه المحاضرة سوف نتكلم عن محتوى الفصل الثالث، وهو محتوى نظم المعلومات الإدارية من المنظور الوظيفي، وسوف نستعرض أولا ما تم مناقشته في المحاضرة الماضية. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن نظم المعلومات من المنظور الوظيفي، وتكلمنا أيضا عن نظم معلومات التسويق والمبيعات كأنواع نظم المعلومات من المنظور الوظيفي. كنا عندما تكلمنا عن أنواع نظم المعلومات الإدارية قلنا أنها موزعة على المستويات الإدارية المختلفة، وقلنا أن نظم تخص المستوى الاستراتيجي وهي نظم ESS، تخص المستوى التكتيكي وهي DSS والMIS، ونظم أخرى تخص المستوى التشغيلي مثل TPS. قلنا أن هناك وظائف يمكن أن تقوم بها مثل هذه النظم، فمثلا TPS في المستوى التشغيلي يقوم بالتعامل مع سجلات الموظفين وحسابات الرواتب ورقابة تحريك الموارد وأوامر المعالجة. بالطبع كل من هذه الوظائف تندرج تحت إدارة من الإدارات، إدارة خاصة بها. فسجلات الموظفين هي إحدى تخص إدارة الموارد البشرية، حسابات الرواتب تخص إدارة المالية والمحاسبة، رقابة تحريك المواد تخص التصنيع والإنتاج، وأخيرا أوامر المعالجة تخص المبيعات والتسويق. هذا التقسيم جعلنا ننظر إلى هذه المناطق الوظيفية المختلفة ونتكلم عن كل منها بشكل منفصل وبشكل مفصل، حتى نوضح ما هي استخدامات وما هي ما تقدمه نظم المعلومات من دعم في مثل هذه المناطق الوظيفية. هذه المناطق الوظيفية الأربعة هي المناطق الوظيفية الرئيسية في المنظمات بشكل عام. عندما تكلمنا عن نظم المعلومات من منظورها الوظيفي، فإننا قلنا أن النظر إلى نظم المعلومات من منظور وظيفي يمكننا من تصنيف النظم حسب المناطق الوظيفية المختلفة في المنظمة، حيث تدعم النظم تلك الوظائف وتقدم تطبيقات وظيفية لكل مستوى وظيفي. أيضا قلنا أن نظم المعلومات الوظيفية أو Functional Information Systems تستخدم لدعم الوظائف والأنشطة المختلفة في الأعمال، إذ يوجد العديد من نظم المعلومات التي تدعم وظائف الأعمال المختلفة، سواء في المالية أو المحاسبة أو التسويق أو إدارة العمليات أو إدارة الموارد البشرية. ومن المفيد أن نعرف كيف تؤثر نظم المعلومات على وظائف الأعمال الخاصة في هذه المناطق الوظيفية. تكلمنا أيضا عن خدمات نظم المعلومات الوظيفية، وقلنا أنها عموما تقدم الخدمات التالية بشكل عام. أولا التقارير الإدارية عن النشاطات الوظيفية في المنظمة. ثانيا إمكانية الاسترجاع الفوري للمعلومات لمن يطلبها إن كان مخولا بذلك. هذا في سياق ما كنا قد تكلمنا عنه فعلا في المحاضرة السابقة، وذكرنا في خلال المحاضرة أيضا بعض السمات الرئيسية نظم المعلومات الوظيفية. قلنا أن هذه النظم
نظم المعلومات الوظيفية تشترك في مجموعة من السمات. أولاً تتألف نظم المعلومات الوظيفية من عدة نظم يدعم كل منها نشاط وظيفي معين. هذا بالأساس هي التخصيص لكل إدارة من الإدارات، لكل منطقة وظيفية إذا قدمنا لها نظامها الخاص هذه الذي يدعم النشاطات داخل هذه المنطقة الوظيفية، فهذا يساعد في رفع كفاءة هذه النظم لأنها ستكون نظم متخصصة، سيتعامل معها متخصصون في هذا المجال. ولكن هذا لا يمنع أبدا ولا يجب أن يمنع أن تكون هذه النظم متكاملة مع بعضها البعض، مترابطة بشكل ما، تعطي وتأخذ من النظم الأخرى لتنفيذ الهدف العام للنظام الكبير اللي هو المنظمة، الأهداف العامة لهذه المنظمة. هنا تأتي النقطة الثانية التي نقول فيها أنها تتكامل تطبيقات نظم المعلومات في كل نشاط رئيسي لتشكل نظام وظيفي متماسك داخل المنظمة أو مستقل بالكامل، كما يمكن أن تتكامل بعض التطبيقات في بعض هذه النظم عبر خطوط الأقسام المختلفة لتدعيم عمليات الأعمال. أيضا تتفاعل نظم المعلومات الوظيفية مع بعضها البعض لتشكل نظام معلومات شامل ومتكامل يمكن أن يستخدم كجوهر في نظم المعلومات. مثل إيه؟ نظم معلومات المخزون في بعض الشركات استعمل عبر تقاطع مستويات تنظيمية مختلفة وتقاطع أقسام مختلفة في المنظمة، ويخدم النظام في هذه الحالة أكثر من مستوى وظيفي في المنظمة، ويسمى في هذه الحالة نظم المعلومات المتكاملة عموديا. هذا المفهوم، مفهوم نظم المعلومات المتكاملة عموديا، يقصد به نظام المعلومات الذي يخدم أكثر من مستوى وظيفي في المنظمة. أيضا من سمات هذه النظم أنها تتفاعل مع البيئة الخارجية، إذ لا يجوز أبدا أن تكون نظم مغلقة، أي نظم مفتوحة، نظم تتعامل مع البيئة الخارجية بشكل عام، نظم معلومات الموارد البشرية مثلا والتي تجمع المعلومات من أسواق العمالة، هنا تتعامل مع العالم الخارجي ويعمل مثل هذا النظام على تحويل المعلومات إلى المصادر الرسمية الخاصة فيما يتعلق بالسلامة وتشريعات الفرص المتساوية، وكذلك أيضا نظم معلومات التصنيع. إذن هذه هذا المثال، مثال نظم المعلومات، نظم معلومات الموارد البشرية، هذه النظم هي نظم تتعامل مع البيئة الخارجية بشكل واسع جدا. أيضا إذا نظرنا إلى نظم التسويق فإنها أيضا تتعامل مع تسويق المبيعات لأنها تتفاعل مع البيئة الخارجية، فإذا هي تستقي بعض المعلومات من البيئة الخارجية لقراءة الأسواق لمعرفة مدى صلاحية الأسواق أو خلافه. تدعم نظم تطبيقات هي النشاطات الوظيفية بشكل رئيسي، ولكنها تدعم أيضا المستويات الإدارية والاستراتيجية. في الأصل هي لدعم المستوى العمليات، مستوى التشغيل في المنظمة، ولكنها أبدا لم تكن بعيدة عن نظم المعلومات التكتيكية أو المتوسطة أو الإدارة التكتيكية أو المتوسطة أو الإدارة العليا أو الاستراتيجية. هم أيضا يستخدموا هذه النظم الوظيفية في دعم العمليات المختلفة له. بشكل عام تصورنا النظم من المنظور الوظيفي على أنها نظم معلومات الوظيفية أربعة أنواع: نظم معلومات التصنيع والإنتاج، ونظم معلومات التسويق والمبيعات، ونظم المعلومات المحاسبية والمالية، وأخيرا نظم معلومات الموارد البشرية: Manufacturing and Production Information Systems، Marketing and Sales Information Systems، Finance and Accounting Information Systems، وأخيرا Human Resources Information Systems. نظم معلومات التسويق، عندما بدأنا نتكلم عن نظم معلومات التسويق والمبيعات قلنا أن نظام معلومات التسويق والمبيعات يعرف بأنه
نظام معلومات ينتج المعلومات المرتبطة بالأنشطة التسويقية والبيعية للشركة، والتي تؤمن تخطيط وتحليل وعرض المعلومات الضرورية للقرارات في مجال التسويق، وتحديد احتياجات المستهلكين من المنتجات والخدمات وتطويرها لمقابلة احتياجات المستهلكين، كما تساعد في ترويج هذه المنتجات والخدمات وتطوير دعم المستهلك باستمرار. إذن هذه النظم لها بتقوم بأنشطة محددة يمكن تحديدها هنا. نظم معلومات ينتج المعلومات المطابقة للأنشطة التسويقية والبيعية، وتؤمن تخطيط معلومات الضرورية للقرار، تحليل المعلومات الضرورية للقرار، عرض المعلومات الضرورية للقرار في مجال التسويق، وتحديد احتياجات المستهلكين من المنتجات والخدمات وتطويرها لمقابلة احتياجات المستهلكين، كما تساعد في ترويج هذه المنتجات والخدمات وتطوير دعم المستهلك بشكل مستمر. هذه هي نظم معلومات التسويقية والمبيعات. أيضا تدعم هذه النظم الأنشطة المختلفة التي تقوم بها وظيفة التسويق، وتستخدم هذه النظم بعدة طرق لخدمة مستويات إدارية مختلفة. إذن هي متكاملة عموديا كما قلنا. فمثلا تؤسس نظم المعلومات التسويقية على المستوى التشغيلي، لماذا؟ للاتصال بمنظور المستهلكين والإشراف على المبيعات والتسويق. مثلا هذه وظيفة من وظائف نظم المعلومات التسويقية في المستوى التشغيلي. أيضا على المستوى الإداري، فإن نظم المعلومات التسويقية تدعم بحوث التسويق وقرارات التسعير، وتحلل أداء المبيعات وفريق المبيعات. هذا على المستوى الإداري. أما على المستوى الاستراتيجي، فتبين مؤشر اتجاه الفرص المنتجات الجديدة، وتدعم خطط المنتجات الجديدة، كما تكون مرشدا لأداء المنافسين على المدى الطويل. إذن هنا هذه النظم هي نظم متكاملة رأسيا، إذ أنها تتعامل مع كل من المستوى التشغيلي والمستوى الإداري والمستوى الاستراتيجي. تصورنا أيضا في هذا المخطط نظم معلومات التسويق والمبيعات بأنها يمكن توجد منها أنظمة فرعية، مثل نظم التتبع الرئيسية Lead Tracking Systems، نظم إدارة المنتج Production Management Systems، نظم التنبؤ بالمبيعات Sales Forecasting Systems، وأخيرا نظم إدارة الزبون Customer Management Systems. إذن نظم التسويق والمبيعات هي تحتوي على أربعة نظم فرعية، هي نظم التتبع. الحقيقة هم أكثر من أربعة، لكن هم دي النظم الرئيسية داخلها. نظم التتبع الرئيسية، نظم إدارة الإنتاج، نظم التنبؤ بالمبيعات، وأخيرا نظم إدارة الزبون. تكلمنا أيضا عن أغراض نظم المعلومات التسويقية، وقلنا أن نظم المعلومات التسويقية تلعب دورا هاما في خدمة الأنشطة التسويقية في المنظمة، من خلال دعم المزيج التسويقي اللي هو الفور بيز الذي نتعرف فيه، اللي هو عبارة عن المنتج البرودكت والسعر البرايس والمكان البليس والترويج البروموشن. هذه الفور بيز تدعمها نظم المعلومات التسويقية بشكل عال جدا، تدعم المنتجات، تدعم الأسعار، تدعم المكان، وتدعم الترويج بشكل عام. أول هذه النظم الفرعية لنظم معلومات التسويق والمبيعات هي نظم التتبع الرئيسية أو Lead Tracking Systems، وتعمل نظم التتبع الرئيسية على تسجيل الزبائن المحتملين وتوقع المبيعات المستقبلية، وتتبع الاتصالات وإدامة تاريخ الاتصالات من خلال نظم معالجة المعاملات المختلفة التي تحتويها. هذه النظم، نظم Lead Tracking Systems، هي نظم
تتعامل مع تتتبع الأداء بشكل عام، تتتبع الزبائن، تتتبع المبيعات وكيف هي كانت في الماضي وستكون في المستقبل وتوقعاتها المستقبلية، تتتبع الاتصالات بين المنظمة وبين الشركاء في الخارج أو المنافسين حتى في الخارج، تتتبع الاتصالات وتحتفظ بتاريخ هذه الاتصالات لربما للاحتياج لها فيما بعد. النوع الثاني من الأنظمة داخل نظم المعلومات التسويق والمبيعات هي نظم إدارة المنتج أو نظم البرودكت مانجمنت سيستمز. وقلنا أن هذه النظم تتضمن وظائف عديدة عن طريق تجهيز تقارير المبيعات المنتج وتصنيف المنتج المختلف، تصنيفات المنتج المختلفة وقنوات توزيع المنتج، للتأسيس إلى استخدام قياس مدى نجاح المنتج وقياس فعالية النشاطات التسويقية من ترويج وإعلان وتوزيع. هذا المفهوم. إذن هي تتعامل هذه النظم الفرعية تتعامل بشكل أساسي مع المنتج وتقوم بإدارة المنتج بشكل عام من كل من النواحي ومن كل وجهات النظر، فهي تجهز تقارير عن مبيعاته، تجهز تقوم بعمل تصنيفات للمنتجات، تقوم بإدارة قنوات توزيع المنتج حتى تتمكن من الترويج والتعامل مع المنتج بشكل أعلى كفاءة ممكنة. النظم الثالثة التي تكلمنا عنها، النظم الفرعية الثالثة من نظم معلومات التسويق والمبيعات، هي نظم التنبؤ بالمبيعات أو ما تسمى بالسيلز فوركاستينج سيستمز. هذه النظم، نظم التنبؤ بالمبيعات، هي نظم أكيد أنها من مسماها نظم تقوم على الإحصاءات والهيستوري أو التاريخ مبيعات لتوقع المبيعات المستقبلية. وهي نظم مهمة جدا لأنني يجب أن أتوقع مبيعات المستقبلية حتى يكون إنتاجي في مستوى المبيعات التي سوف أتوقعها، أو إذا كانت القدرة أحاول أن أرفعها أو بأي شكل الأشكال. تعمل نظم التنبؤ بالمبيعات على التنبؤ بالمبيعات المستقبلية عن طريق دراسة المبيعات التاريخية للشركة، وتلك تعمل على ربط قوى المبيعات معا للحصول على حصة تسويقية أكبر في المنطقة المناطق المختلفة، أو بمعنى آخر لزيادة الميزة التنافسية للمنظمة. أيضا قلنا أن النظام الرابع الفرعي كان نظام إدارة الزبون، والذي تكلمنا عنه بشكل تفصيلي أكثر من باقي الأنظمة، وقلنا عنه أنه نظم، أنها نظم معلومات، نظم إدارة الزبون أو Customer Management Systems، هي نظم معلومات تعمل على إدامة الزبون وربطه بالمعلومات، وتتضمن القواعد الرئيسية في خدمة الزبون لمعرفة مدى إدراك وأوضاع الزبون والقدرة على التفاعل معه والاستجابة على تساؤلاته المختلفة وأخذ ملاحظاته ومقترحاته المختلفة بعين الاعتبار، تقديم الخدمات المطلوبة بسرعة وفاعلية. وتسمى هذه النظم أيضا نظم إدارة علاقات الزبون أو نظم إدارة علاقات العملاء أو Customer Relationship Management Systems أو CRMS، كلها مسميات لهذه النظم، نظم إدارة الزبون. إذن هذه النظم تعمل على كل ما يخص الزبون، تقوم بالرد على الاستجابة على تساؤلاته، أخذ ملاحظاته، مقترحاته، تقديم خدماته المطلوبة، القواعد الرئيسية في خدمة الزبون. أهداف نظم إدارة الزبون لها مجموعة من الأهداف يمكن تلخيصها فيما يلي: أولاً، تطوير الرأي المشترك مع المستهلك لتحسين الخدمة وتلبية الاحتياجات المتغيرة. ثانياً، أتمتت العلاقة مع الزبون وزيادة التواصل معه والإجابة عن تساؤلاته المختلفة. ثالثاً، تحليل العلاقة بين الزبون والمنتج والمؤسسة. رابعاً، تحديث الملف الإلكتروني للزبون بشكل
مستمر. خامسا، زيادة الحصة السوقية في الأسواق. سادسا، السرعة والدقة في الوصول إلى الأسواق. وسابعا، الوصول إلى رضا الزبون وإشباع رغباته واحتياجاته. هذه الأهداف هي ما تسعى إلى تحقيقه نظم إدارة الزبون: تطوير رأي مشترك مع الزبون أو المستهلك، أتمتة العلاقة مع الزبون، تحليل العلاقة بين الثلاثي الزبون والمنتج والمؤسسة. رابعا، تحديث الملف الإلكتروني للزبون. خامسا، زيادة الحصة التسويقية أو السوقية في الأسواق. سادسا، السرعة والدقة في الوصول إلى الأسواق. وسابعا، الوصول إلى رضا الزبون وإشباع رغباته واحتياجاته. هناك أيضا مجموعة من النظم الأخرى غير هذه النظم الأربعة الفرعية من نظم التسويق والمبيعات، مثل نظم نقاط البيع Point of Sale Systems POS، نظم التوصيل والتسليم اللي بنسميها Delivery Systems، ونظم أتمتة قوى المبيعات أو Sales Force Automation Systems أو SFA. هذه النظم أيضا تنضم إلى الأربع نظم الفرعية التي تكلمنا عنها الآن، وهي أيضا نظم تفيد في على مستوى التسويق والمبيعات. أما عن محاضرتنا اليوم، هذا كله كان تذكيرا بالمحاضرة السابقة. أما محاضرة اليوم فنحن نتكلم عنها عن نظم معلومات التصنيع والإنتاج، ونظم معلومات المحاسبية والمالية كنوعين من أنواع نظم المعلومات الوظيفية، بعد أن تكلمنا في المحاضرة السابقة عن نظم معلومات التسويق والمبيعات. نبدأ بنظم معلومات التصنيع والإنتاج، ونقول أن نظام معلومات التصنيع والإنتاج هو نظام معلومات ينتج المعلومات المرتبطة بالأنشطة التصنيعية للشركة، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط والتطوير وإنتاج المنتجات والخدمات، وكذلك تدفق المنتجات على خط الإنتاج. يبقى إذا نظم معلومات التصنيع والإنتاج هي نظم معلومات تنتج المعلومات المرتبطة بالأنشطة التصنيعية بالشركة، خاصة فيما يتعلق بأنشطة مثل التخطيط والتطوير وإنتاج المنتجات والخدمات، وكذلك تدفق المنتجات عبر خط الإنتاج في المنظمة. تؤسس نظم معلومات التصنيع والإنتاج غايات الإنتاج والتخزين ومتابعة مدى توفر المواد الخام اللازمة للإنتاج، كما تعمل على جدولة التجهيزات والتسهيلات والمواد والعمالة المطلوبة لإتمام العملية الإنتاجية. إذن هي هذه النظم، نظم التصنيع والإنتاج، تؤسس غايات الإنتاج والتخزين ومتابعة مدى توفر المواد الخام اللي هي متابعة المخزون مثلا، كما تعمل أيضا على مجموعة من الجدولة، قائمة من الجدولات مثل جدولة التجهيزات، جدولة التسهيلات، جدولة المواد والعمالة المطلوبة حتى بما يخدم العملية الإنتاجية في المؤسسة. كما تبين نظم معلومات التصنيع والإنتاج الطريقة التي تسهل على تكنولوجيا المعلومات تقديم المنتج الذي يرغب به المستهلك في المكان والزمان الصحيح. نظم معلومات التصنيع والإنتاج تسهل على تكنولوجيا المعلومات تقديم المنتج الذي يرغب به المستهلك في المكان والزمان الصحيح. تعمل هذه النظم على ثلاث مستويات أيضا. على المستوى التشغيلي تعمل لمعالجة الأوضاع المختلفة المتعلقة بالمهام وأنشطة التصنيع والإنتاج الروتينية، كما تعمل على المستوى الإداري لأنها تحلل وتراقب الموارد وكلف الإنتاج والتأكد من تطبيق خطط الإنتاج المختلفة، وتعمل أيضا على المستوى الاستراتيجي، وذلك من خلال دعم النشاطات التي تهتم بالتخطيط والمراقبة لعملية وإنتاج السلع والخدمات في خطة استراتيجية طويلة الأجل من حيث الموقع والاستثمار
في تكنولوجيا جديدة. إذن هي أيضا نظم تعمل على نظم متكاملة رأسيا، إذ أنها تخدم المستويات الإدارية المختلفة، سواء كان المستوى التشغيلي من خلال معالجة الأوضاع المختلفة المتعلقة بالمهام وأنشطة التصنيع المختلفة، أو على المستوى الإداري من حيث المراقبة والتحديد للموارد وكلف الإنتاج، أو على المستوى الاستراتيجي من خلال تقديم خطط استراتيجية طويلة الأجل للمنظمة من حيث التصنيع والإنتاج. وقلنا ويمكن أن نقول أننا نقسم هذه النظم، نظم التصنيع في المنظمة، إلى مجموعة من النظم الفرعية، أو هي تحتوي على مجموعة من النظم الفرعية. نذكر منها نظم المخزون أو الـ Inventory Systems، نظم عمليات التصنيع الـ Manufacturing Operation Systems، ونظم تخطيط التصنيع أو الـ Manufacturing Planning Systems، ونظم جدولة التصنيع أو ما يسمى بالـ Manufacturing Scheduling Systems. إذن هي هذه نظم التصنيع تكون من أو يوجد منها نظم فرعية. أهم هذه النظم هي نظم المخزون، ونظم عمليات التصنيع، ونظم تخطيط التصنيع، ونظم جدولة التصنيع. أما عن نظم المخزون أو الـ Inventory Systems، هذه النظم الفرعية من نظم معلومات التصنيع، تتابع هذه النظم الرقابة على المخزون وإداراته، وكذلك إدارة سياسات المخزون المختلفة. هذا هو وظيفة نظم المخزون أو الـ Inventory Systems، الرقابة على المخزون وإدارته، وكذلك إدارة سياسات المخزون المختلفة، سياسات المخزون المختلفة. إذ أن تطبيقات المخزون تتبع حجم البضائع والمواد الداخلة والخارجة والمتحركة بين المخازن، بينما تطبيقات إدارة المخزون تستخدم البيانات السابقة لحساب مستويات المخزون وتحديد نقطة إعادة الطلب، وتحدد سياسات المخزون، السياسات المتبعة، سواء الاحتفاظ بحد المخزون أو استخدام طريقة التوريد الآني اللي هي الجي آي تي. إذن هنا في هذه النقطة نحن تكلمنا حقيقة على ثلاثة أنواع من التطبيقات. أولا تطبيقات المخزون، والتي تقوم بتتبع حجم البضائع والموارد الداخلة والخارجة والمتحركة بين المخازن، وتطبيقات إدارة المخزون، وتستخدم البيانات السابقة من تطبيقات المخزون لحساب مستويات المخزون وتحديد نقطة إعادة الطلب. وهناك سياسات المخزون، وهي السياسات المتبعة، سواء الاحتفاظ بحد المخزون أو الاستخدام طريقة التوريد الآني اللي هي GIT، مما يسهم ذلك في تقديم خدمة بجودة عالية للعملاء، مع الاحتفاظ بالحد الأدنى للمخزون بأقل كلف تخزين. النوع الثاني من نظم معلومات التصنيع والإنتاج هي نظم عمليات التصنيع أو Manufacturing Operation Systems. هذه النظم تهدف إلى السيطرة على الآلات والإنتاج، يستعمل برامج الحاسب في المساعدة في ذلك وفي التسهيلات والحديثة، فإن هذه البرامج تملك قدرة الربط مع نظم جدولة التصنيع. إذن هذه النظم تتفاعل مع نظم جدولة التصنيع، وهذه النظم اللي هي نظم عمليات التصنيع التي هي هدفها السيطرة على الآلات والإنتاج وربط هذه الأجهزة أو الآلات المختلفة الموجودة في المنظمة، فإن هذه النظم منها نظم فرعية مستخدمة فيها، مثل نظم التصنيع باستخدام الحاسب اللي هي Computer Aided Manufacturing Systems CAMS، ونظم التصنيع المتكاملة بالحاسب اللي هي Computer Integrated Manufacturing Systems اللي هي CIMS. كلها نوعين، هذين النوعين هما أنظمة فرعية تستخدم من قبل نظم عمليات التصنيع
وذلك لتحقيق هدف هذه النظم وهو السيطرة على الآلات والإنتاج في المنظمة وجدولة هذه العمليات المختلفة. النظم الفرعية من نظم عمليات التصنيع، أيضا نظم التصنيع باستخدام الحاسب اللي هي Computer Aided Manufacturing Systems، نتكلم عليهم بالتفصيل شوية. نظم تعنى باستخدام الحاسب في العملية التصنيعية، طريقة ترتيب الآلات والتصنيع لضمان الإنتاج حسب المواصفات المحددة في برنامج التصميم بمساعدة الحاسب Computer Aided Design، وهو عبارة عن تزود تفاعلي ورسم بياني وصور تساعد في تطوير المنتج والخدمة أو الربط مع قواعد البيانات، بما يسمح باسترجاع التصميم وتطويره باستمرار، مما يعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للآلات ويقلل من العيوب المحتملة. هنا نريد أن نحدد أن الكمبيوتر Aided Manufacturing Systems تعتمد على نظم حاسوب مشهورة هي Computer Aided Design، برامج التصميم بمساعدة Computer Aided Design، وهذه البرامج تقوم بعمل عبارة عن بتقوم بالتفاعل، بتقدم شكل تفاعلي لشكل الآلات والربط بينها برسوم بيانية وصور تساعد في تطوير المنتج الذي نحن بصدده وتطوير الخدمة والربط مع قواعد البيانات المختلفة وتعديل هذه التصميمات بشكل مستمر، على مما قد يساعد في رفع الكفاءة الإنتاجية لهذه الآلات داخل المؤسسة. النوع الثاني من النظم الفرعية من نظم عمليات التصنيع اللي هي نظم التصنيع المتكاملة بالحاسب أو ما تسمى بالكمبيوتر Integrated Manufacturing Systems. هذه النظم تعمل على تبسيط أساليب وطرق التصنيع وأتمتة عمليات التصنيع من خلال تكامل استخدام التكنولوجيا للوصول إلى نظم عمل مؤتمتة. هذه النظم تعمل على تبسيط أساليب وطرق التصنيع من خلال محاكاتها وأتمتة عمليات التصنيع من خلال تكامل استخدام التكنولوجيا للوصول إلى نظم عمل مؤتمتة، ويكون ذلك من خلال استخدام نظم التصنيع المرنة، التوريد الفوري، تخطيط مستلزمات المواد، ونظم التصميم بواسطة الحاسب للعمل على التكامل بين التصميم والتصنيع. إذن هناك هذه النظم تستخدم مجموعة من النظم الفرعية مثل نظم التصنيع المرنة والتوريد الفوري وتخطيط مستلزمات المواد ونظم التصميم بواسطة الحاسب، كلها تعمل سويا للعمل على التكامل بين التصميم والتصنيع. النوع الثالث من النظم الفرعية من نظم معلومات التصنيع والإنتاج هي نظم تخطيط التصنيع أو ما يسمى بالمانيفاكتشرينج بلانينج سيستمز. هذه النظم تهدف إلى إنشاء وإدامة احتياجات المواد اللازمة لاستمرار عملية التصنيع من خلال قائمة المواد Bill of Materials (BOM) وتحوي قائمة المواد للمنتجات، وهي أكثر من عناصر، لأن المواد التي تحوي المنتج عبارة عن التجمعات الفرعية التي نحتاجها للتصنيع، إنها قائمة للمواد والمواد المكونة للمواد وهكذا. وكذلك تهدف نظم تخطيط التصنيع إلى إنشاء وإدامة متطلبات التصنيع من التجهيزات والأشخاص والتسهيلات. إذن هذه النظم لها أهداف محددة. نظم تخطيط التصنيع تهدف إلى إنشاء وإدامة احتياجات المواد اللازمة لاستمرار عملية التصنيع بالتأكيد، من خلال ما يسمى بقائمة المواد أو Bill of Materials (BOM). وهذه القائمة، قائمة المواد للمنتجات، تحتوي على عناصر
لأن المواد تحتوي على منتج عبارة عن تجمعات فرعية، يعني كل عنصر يتكون من عناصر فرعية وكل عنصر فرعي يتكون من عناصر فرعية أخرى، فأنا يجب أن يكون عندي قائمة كاملة من هذه العناصر، قائمة بكل العناصر حتى أدنى مستوى التي أحتاجها لعملية التصنيع، وإلا ستؤدي إلى توقف إنتاجي وتوقف التصنيع بشكل عام. لذلك هذه القائمة من الأشياء الهامة جدا التي يجب أن تتوافر داخل المنظمة، لأن عدم تواجد هذه القائمة قد يؤدي إلى توقف العملية فجأة لعدم تواجد أحد المكونات الرئيسية لأحد أساسيات منتج معين. لذلك فإن نظم تخطيط التصنيع أو المانيفاكتشرنج بلاننج سيستمز تعتمد في أدائها أساسا على وجود مثل هذه القائمة اللي بتسمى قائمة المواد اللي هي البيل أوف ماتيريالز البي أو إم، وهي قائمة هامة للغاية. النوع الرابع من نظم معلومات التصنيع والإنتاج هي نظم جدولة التصنيع أو ما يسمى بالمانيفاكتشرنج سكيدولينج سيستمز. تستخدم المنظمات ثلاث فلسفات لجدولة التصنيع. يمكن أن يتم جدولة التصنيع بثلاثة طرق أو ثلاثة فلسفات مختلفة. أولا جدول الإنتاج الرئيسي أو ما يسمى بالماستر برودكشن سكيدول الـ MPS، أو عملية سحب التصنيع اللي بنسميها البول مانيفاكتشرنج بروسيس، أو ثالثا المزاوجة بين الفلسفتين السابقتين. إذا أنا عندي هما فلسفتين والدمج بينهم هي التالتة، جدولة الإنتاج الرئيسي ماستر برودكشن سكيدول الـ MPS، وعملية سحب التصنيع اللي هي البول مانيفاكتشرنج بروسيس، والدمج بين هاتين الطريقتين. هذه هي الفلسفات الثلاثة لجدولة التصنيع بشكل عام. أما عن جدولة الإنتاج الرئيسي، الطريقة الأولى اللي هي الاستراتيجية الأولى اللي هي ماستر برودكشن سكيدول، هي خطة رئيسية لإنتاج المنتجات، وهنا تقوم المؤسسة في هذه الحالة بتحليل المبيعات السابقة، وبناء عليها تقوم بحساب المبيعات المتوقعة المستقبلية، وتسمى هذه العملية أحيانا عملية دفع التصنيع أو البوش مانيفاكتشرينج بروسيس، حيث ترغب المؤسسة بدفع تلك المنتجات للبيع، أي أنها تسعى إلى استمرارية في بيع نفس هذه المنتج في المستقبل كما باعته في الماضي. الثانية، النوع الثاني، هي عملية سحب التصنيع أو اللي بنسميها البول مانيفاكتشرينج بروسيس، وتعتمد هنا المؤسسة على عملية سحب المنتجات من خلال التصنيع حسب الطلب، ويطلق على هذه العملية أيضا اسم كانبان. هذه العملية أو هذا الأسلوب في التصنيع يعتمد على أنني لا أخطط مسبقا كما كنا نفعل هنا، إن أنا سوف أدفع بالتصنيع لنفس المنتج لفترات طويلة في المستقبل، ولكن نسحب منتجات وحسب الطلب نقوم بتقديم المنتج حسب الطلب. أما الفلسفة الثالثة التي هي المزاوجة بين الفلسفتين السابقتين، حيث تعد خطة جدول الإنتاج الرئيسية الـ MBS في المنظمة، ولكن تستخدم أيضا كانبان عملية سحب التصنيع كمؤشرات لإعادة تكييف الجدولة. يعني أنا بعمل خطة مستقبلية وفي نفس الوقت أستطيع أن أسحب وأغير في هذه الخطة ولا أثبتها لفترات طويلة إلا تحت قيود التي تتم من خلال الاستراتيجية الثانية اللي هي البول مانيفاكتشرينج بروسيس. إلى هنا إحنا تكلمنا على نظم معلومات التصنيع والإنتاج، وحان الوقت للكلام على نظم المعلومات المالية والمحاسبة Finance and Accounting Information Systems، وهذا هو النوع الثالث من أنواع نظم المعلومات الوظيفية كما ذكرنا من قبل. إن الوظيفة المالية هي المسؤولة عن إدارة أصول المال بشكل عام، مثل النقدية والمخزون والأصول الأخرى لتعظيم العائد على الاستثمار والقيمة الإجمالية للأسهم، كما أنها مسؤولة عن استدامة وإدارة الأصول وتدفق النقدية. ومن هنا تظهر أهمية حصولها على المعلومات الخارجية، ومن هنا فإن نظم المعلومات المالية والمحاسبية هي نظم معلومات
تستخدم لتعقب سجلات الأصول المالية للشركة والتدفق النقدي فيها. إذن خلاصة، هي خلاصة نظم تعريف نظم المعلومات المالية والمحاسبية أنها نظم معلومات تستخدم لتعقب سجلات الأصول المالية للشركة والتدفق النقدي فيها. بشكل عام هي تتعامل مع كل ما فيه ما هو نقدي أو يخص الأصول أو يخص قيم الأسهم أو الاستثمار في المنظمة بشكل عام. تعمل نظم المعلومات المالية والمحاسبية على كل المستويات أيضا، تعمل على المستوى التشغيلي من خلال الإشراف على التدفق النقدي في الشركة من خلال التبادلات المختلفة من مدفوعات ومقبوضات، تعمل على المستوى الإداري لأنها تساعد المديرين على الإشراف والتحكم في الموارد المالية للشركة والدعم بأدوات تحليلية للوصول إلى المزيج الصحيح للاستثمار لتعظيم العائد، كما أنها تعمل على المؤسسة النظام المستوى الاستراتيجي، تؤسس غايات استثمارية طويلة الأجل وتزود بتنبؤات طويلة الأجل للمدى المالي للمنظمة. يمكن هنا أن ننظر لها نظم معلومات المالية والمحاسبية، نقسمها إلى نظم معلومات محاسبية ونظم معلومات مالية. نظم معلومات مالية مثل نظم إدارة الأموال Treasury Management Systems ونظم إدارة النقد Cash Management Systems ونظم التقارير المالية اللي هي Financial Reporting Systems ونظم الميزانية الرأسمالية اللي هي بنسميها Budgeting Systems. أما نظم معلومات محاسبية فهي بينها نظم فرعية مثل نظم الأستاذ العام General Ledger Systems ونظم محاسبة التكاليف Cost Accounting Systems ونظم الذمم الدائنة Accounts Payable Systems ونظم الذمم المدينة Accounts Receivable Systems. هذه النظم، نظم المعلومات المالية والمحاسبية الثمانية، كلها تعمل في مجال إدارة الأموال في الشركة وإدارة أصول الشركة بشكل عام. نبدأ بالكلام على نظم المعلومات المحاسبية اللي هي Accounting Information Systems أو ما تتصل بـ AIS. نظم معلومات، هي نظم معلومات تعرفها أنها نظم معلومات تنتج المعلومات المرتبطة بالأنشطة المحاسبية، فهي نظم تستخدم لتأمين إنتاج التقارير حول تدفق النقد في المنظمة على قاعدة تاريخية، هي تسجل وتتابع التقارير حول مبادلات الأعمال والأحداث الاقتصادية لإخراج الموازنات المختلفة مثل ميزان المراجعة والميزانية العامة، وتوفر العديد من برمجيات تطبيق المحاسبة لخدمة أغراض مختلفة للشركات حتى تحفظ متابعة الأصول المالية للشركة والتدفق النقدي فيها، وتربط هذه النظم مجموعة من المهارات في تخصصين ومجالين الخبرة هما المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات. إذن هذه النظم اللي هي نظم معلومات المحاسبية تهتم بالأنشطة المحاسبية بشكل عام، تهتم بإنتاج التقارير حول مبادلات الأعمال والأحداث الاقتصادية، وتكون وتساعد على إخراج موازنات الموازنة العامة وميزان المراجعة، كما أنها هي في الحقيقة عبارة عن ربط بين مجالين أساسيين للخبرة، هو مجال المحاسبة والتكنولوجيا. إذن يجب الذي يعمل على هذه النظم يكون لديه الخبرة الكافية المحاسبية والخبرة التكنولوجية أيضا. ونظم الفرعية في نظم معلومات محاسبية تحقق أغراض نظم معلومات حسابية من خلال مجموعة من نظم معالجة معاملات والتي تشكل نظم فرعية من نظم المعلومات المحاسبية، وهي نظام الأستاذ العام اللي هي General Ledger Systems ونظم محاسبة التكاليف Cost Accounting Systems ونظم الذمم الدائنة Accounts Payable Systems ونظم الذمم المدينة اللي تسمى Account Receivable Systems. هذه النظم الأربعة هي نظم فرعية من نظم المعلومات المحاسبية. سنقوم الآن
بالحديث عنها بشكل سريع. أولا، نظم الأستاذ العام أو ما يسمى بالجنرال ليدجر سيستمز. هذه النظم تعمل على تماسك البيانات المستقبلية من المدفوعات والمقبوضات النقدية وسجل الرواتب ونظم المعلومات المحاسبية الأخرى والتي تقفل في نهاية السنة لإخراج الميزانية العامة، مما يؤدي إلى دقة أعلى وكلف أقل في تقدير كمية النقد المحتفظ بها. ثانيا، نظم محاسبة التكاليف اللي هي بتسمى الكوست اكاونتنج سيستمز. هي تحدد نظم محاسبة التكاليف للمستخدمين الداخلين كلفة تزويد منتج خاص أو خدمة خاصة على الشركة، بتحدد كم سيكلف سواء كان تزويد منتج خاص أو خدمة خاصة كيف ستكلف الشركة. نظم الذمم الدائنة أو بنسميها Accounts Payable Systems هي نظم معلومات تنتج المعلومات المرتبطة بالذمم الدائنة، فتساعد على تتبع المعلومات الخاصة بالمشتريات والمدفوعات والمحافظة على علاقة جيدة مع الموردين وتزويد الإدارة بالمعلومات التي تحتاجها لتحليل المدفوعات وتكاليف الشراء وحسابات العمال والمطلوبات النقدية. أخيرا، نظم الزمن المدينة أو Accounts Receivable Systems هي أيضا نظم معلومات تنتج المعلومات المرتبطة بالزمن المدينة، فتساعد على الاحتفاظ بالسجلات حول مشتريات العملاء ومدفوعاتهم، كما تصدر فواتير سجلات العملاء، كما تساعد في مراقبة عدد العملاء المدينين وحجم المديونية عليهم، ويساعد هذا النشاط في الاحتفاظ بأعلى ربحية ممكنة في المبيعات الآجلة مع الحفاظ على أقل مستوى للديون المعدومة. أيضا يمكن القول أن نظم المعلومات المحاسبية عموما تساعد على التعامل مع النقد الإلكتروني، وهو نظام دفع آلي يحتوي على قيمة مالية مبرمجة ومخزنة على بطاقات ذكية يمكن استخدامها كأوراق مالية، ويتم سحب قيمة الأوراق المالية عند استخدامها، وتستخدم في تطبيقات متنوعة خاصة في المدفوعات البسيطة عند الحصول على معلومات من شبكة الاتصال الواسعة اللي هي الوايد اريا نتوركس الوان، أو التبادلات التجارية البسيطة المعتمدة على نظام بطاقة الائتمان الكريدت كارد، فهو ترحيل على الحساب عند المشتريات الصغيرة. إذن هنا تظهر هنا دور نظم المعلومات في أتمتة العمليات المحاسبية المختلفة من خلال استخدام التكنولوجيا مثل النتورك الوان، وذلك من خلال تفعيل بعض التولز مثل أو الإمكانات مثل الأدوات مثل الكريدت كاردز التي نستخدمها كثيرا لشراء المشتريات الصغيرة. ومن الجدير بالملاحظة أن هناك العديد من نظم معالجة المعاملات الأخرى TBS الأخرى في نظم محاسبية مثل نظم معالجة الطلبية أو ما تسمى بالOrder Processing Systems، ونظم سجلات الرواتب أو ما تسمى بالPay Rule Systems. نظم معالجة الطلبية أو الOrder Processing Systems، هذه النظم تعمل على تتبع أوامر العملاء وبيانات الإنتاج التي نحتاجها لتحقيق البيع ومراقبة وتحليل المخزون، وتزود بسرعة وبدقة وبطريقة فعالة سجلات أوامر العملاء ومعالجة المبيعات، كما تزود هذه النظم نظم مراقبة المخزون بالمعلومات لقبول الأوامر التي يمكن أن تنفذ بسرعة. إذا نظم معالجة الطلبية والأوردر بروسيسنج سيستمز هي نظم للتعامل مع أوامر العملاء وتتبع هذه الأوامر. أما نظم سجلات الرواتب أو ما تسمى بالباي رول سيستمز، تعمل على استدامة البيانات حول دوام العمال، سجلات الموظفين، إصدار الشيكات للعمال بمستحقاتهم، المتطلبات الأخرى سواء الحكومة أو المؤسسات الأخرى بشكل دقيق وواضح. الجزء الثاني أو الشق الثاني في هذه النظم نظم المعلومات المحاسبية والمالية هو نظم المعلومات المالية أو الفاينانشال انفورميشن سيستمز. نظم معلومات
أو نظام معلومات ينتج معلومات مرتبطة بالأنشطة المالية للشركة، ويمثل مجموعة من الطرق والإجراءات التي تدعم المديرين الماليين اتخاذ القرارات المالية وتخصيص ومراقبة الموارد المالية في الأعمال. إذن هذه النظم أيضا ترتبط بالأنشطة المالية للشركة، ولكنها هي عبارة عن مجموعة من الطرق والإجراءات التي تدعم المدير المالي اتخاذ قراراته المالية وتخصيص ومراقبة الموارد المالية في الأعمال. هذه النظم لديها نظم فرعية، وتتحقق أغراض نظم المعلومات المالية من خلال مجموعة من نظم معالجة المعاملات، والتي تشكل نظم فرعية في نظم المعلومات المالية. مثل إيه؟ مثل نظم إدارة الأموال التريجري مانجمنت سيستمز، ونظم إدارة النقد كاش مانجمنت سيستمز، ونظم التقارير المالية فاينانشال ريبورتنج سيستمز، وأخيرا نظم الميزانية الرأسمالية أو ما تسمى بالبادجيتنج سيستمز. نظم إدارة الأموال أو ما تسمى بالتريجري مانجمنت سيستم. تستثمر العديد من الشركات النقد الزائد في الأوراق المالية، في الأسهم والسندات بالحقيقة والأصول الحقيقية، سواء بمدة قصيرة أو طويلة، بطويلة الأمد أو قصيرة الأمد. ومن هنا فإن نظم الإدارة المالية تساعد المدير على تحديد المحفظة المالية للشركة لتقليل المخاطر وتعظيم الفوائد. فإذا أنا حددت المحفظة بشكل خطأ، سيكون هناك مخاطر عالية جدا عند المضاربة في الأسهم أو السندات. لذلك فنحن يجب أن يكون هناك نظام يساعدني على تحديد المحفظة المالية للشركة حتى أقلل المخاطر وأعظم الفوائد. ويمكن نظم المعلومات أيضا أن تدعم إدارة الاستثمار عن طريق تأمين التقارير المالية والاقتصادية وتقارير التحليل المالي. هذه نظم إدارة الأموال التريجري مانجمنت سيستمز تعتبر من النظم الهامة جدا، لأنها إذا قررت المنظمة أن تعمل أن تدخل بأسهمها في سوق المال عن طريق سندات أو أسهم، فهي في هذه الحالة تحتاج إلى نظام يؤمن مثل هذه العمليات، يحدد المحفظة المالية التي سوف نعمل من خلالها. ثانيا، نظم إدارة النقد أو ما يسمى بالكاش مانجمنت سيستمز. تجمع نظم إدارة النقد المعلومات حول النقد الداخل والخارج للمنظمة، وهذا يسمح لها بالتصرف بطلب الوديعة أو استثمار الأموال الفائضة سريعا. كما يقدم النظام تقارير يومية أسبوعية وشهرية عن تدفقات النقد المتوقعة يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، مما يساعد على تحديد البدائل المالية اللازمة واستراتيجيات استثمارها. إذن هذه نظم إدارة النقد الكاش مانجمنت سيستم تقوم بتتبع النقد الداخل والخارج للمنظمة، يسمح للمنظمة بطلب الوديعة أو استثمار الأموال الفائضة سريعا. كما يقدم النظام تقارير، أو هذه التقارير دورية سواء كانت يومية أو شهرية أو أسبوعية، عن تدفقات النقد داخل المتوقعة داخل المنظمة والتي حدثت بالفعل في التالي. ثالثا، نظم التقارير المالية وبنسميها Financial Reporting Systems، وهذه النظم ببساطة تعمل على حفظ نتائج السجلات والتقارير المالية للمستثمرين والدائمين والمستخدمين الخارجيين مثل الحكومة. هذه النظم تساهم في تفاعل المنظمة ماليا مع العالم الخارجي. ففي العالم الخارجي هناك الضرائب مثلا، مصلحة الضرائب، أو هناك مصلحة سوق المال، أو هناك بعض الجهات الحكومية أو حتى غير الحكومية التي تتطلب التعامل معها، أن تمدها المنظمة بمجموعة من التقارير المالية الخاصة. هذه النظم، نظم التقارير المالية أو Financial Reporting Systems، هي التي تقدم مثل هذا العام للمستخدم الخارجي مثل مؤسسات الحكومة الخارجية. رابعا، نظم الميزانية الرأسمالية أو ما يسميها بالبادجيتنج سيستمز، وهذه النظم تتضمن الميزانية الرأسمالية، تقييم الربحية
هذه النظم تتضمن تقييم الربحية، التمويل والتمويل، كما تساعد النظم في تحليل مخاطر التدفق النقدي والربحية لتحديد المزيج الأمثل لرأس مال المشروع. هنا هذه النظم تحاول أن تقدم نقطة التوازن بين الربحية والتمويل، بين رأس المال المطلوب كم هو أو ما هو رأس المال الأنسب لتنفيذ مشروع معين تنفذه المنظمة. هذه النظم تقدم نظرة ميزانية وتقيم الربحية المتوقعة من المشروع، وكأنها تقوم بدراسة جدوى مالية لهذا المشروع. إذا نحن في هذه المحاضرة تكلمنا على موضوعين أو على موضوعين نقطتين رئيسيتين. تكلمنا أولا عن نظم معلومات التصنيع والإنتاج، وثم تكلمنا عن نظم معلومات المالية والمحاسبية. قلنا أن نظم معلومات الإنتاج هو نظام معلومات ينتج المعلومات المرتبطة بالأنشطة التصنيعية للشركة، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط والتطوير وإنتاج المنتجات والخدمات، وكذلك تدفق المنتجات من خط الإنتاج. وقلنا أن هذه النظم، نظم التصنيع والإنتاج، هي نظم تكامل رأسية، لأنها تتفاعل مع المستويات الإدارية المختلفة بأنشطة مختلفة، هي تتعامل مع المستوى التشغيلي بمعالجة الأوضاع المختلفة المتعلقة بالمهام وأنشطة التصنيع، كما تتفاعل مع المستوى الإداري فإنها بتحليل ومراقبة الموارد وكلف الإنتاج، كما تتعامل مع المستوى الاستراتيجي بدعم النشاطات التي تهتم بالتخطيط والمراقبة لعملية وإنتاج السلع والخدمات في خطة استراتيجية طويلة الأمد. كما قلنا أن نظم التصنيع في المنظمة يمكن النظر أو يمكن تحديد 4 نظم رئيسية فرعية، منها هي نظم المخزون اللي هي الانفنتوري سيستمز، ونظم عمليات التصنيع المانيفاكتشرنج اوبريشن سيستمز، ونظم تخطيط التصنيع المانيفاكتشرنج بلاننج سيستمز، ونظم جدولة التصنيع اللي هي مانيفاكتشرنج سكيدولينج سيستمز. وتكلمنا عن كل من هذه النظم الفرعية بشكل عام، وقلنا أن نظم المخزون أو الانفنتوري سيستمز هي نظم تقوم بالرقابة على المخزون وإدارته، وكذلك إدارة سياسات المخزون المختلفة. وحددنا هنا 3 تطبيقات مختلفة: تطبيقات المخزون، وتطبيقات إدارة المخزون، وسياسات المخزون. وقلنا أن هذه التطبيقات هامة وتعمل تحت إدارة هذه النظم اللي هي نظم المخزون. تكلمنا أيضا عن نظم عمليات التصنيع، وقلنا أنها تهدف إلى السيطرة على الآلات والإنتاج، وقلنا أن هناك نظامين فرعيين يستخدموا في هذه النظم اللي هي الكمبيوتر ايديد مانيفاكتشرنج سيستمز، او نظم التصنيع باستخدام الحاسب الكامز، ونظم التصنيع المتكامله بالحاسب اللي نسميها الكمبيوتر انتجريتد مانيفاكتشرنج سيستمز. وقلنا ان نظم التصنيع بالحاسب هي معتمده على الكمبيوتر ايديد ديزاين بروجرامز، واللي تساعد في الربط مع قواعد البيانات، وتساعد في التزويد بشكل تفاعلي برسوم بيانيه وصور، تساعد على تطوير المنتج بشكل عام والخدمات بشكل خاص. ايضا نظم التصنيع بواسطه متكامله بالحاسب بتعمل على تبسيط اساليب وطرق التصنيع المختلفه، وتستخدم نظم التصنيع المرنه والتوريد الفوري وتخطيط مستلزمات الموارد، ونظم التصميم بواسطه الحاسب للعمل على التكامل بين التصميم والتصنيع. تكلمنا أيضا عن نظم تخطيط التصنيع، وقلنا أن هذه النظم تعتمد على عمل خطة للتصنيع وخطة للمنتجات والموارد التي نحتاجها، للمواد التي نحتاجها بشكل شجري، بحيث أنها تعرف كل مادة ومكوناتها ومكونات كل مادة فرعية، حتى نكون متأكدين تماما أن هذه النظم، أن كل المواد التي نحتاجها لتصنيع المنتج متوفرة، وهذا من خلال تفعيل مفهوم قائمة المواد أو ما يسمى الـ Bill of Materials الـ POM. تكلمنا أيضا على نظم جدولة التصنيع، وقلنا
أن هناك ثلاث فلسفات للتصنيع: جدولة الإنتاج الرئيسي الـ NPS، وعملية سحب التصنيع الـ Full Manufacturing System Process، والإمكانية الدمج بين الفلسفتين السابقتين. تكلمنا عن كل منهم وقلنا أن جداول أن خطط أنه جدولة الإنتاج الرئيسي تقوم على بناء خطة لاستمرارية عمل لدفع التصنيع، لاستمرارية العمل اللي هي Push Manufacturing System Process. أما عملية سحب التصنيع فهي حسب الطلب، تقوم ب كامبان، تقوم بعمل حسب طلب السوق، تقوم بالتصنيع وليس بشكل خطة مسبقة ودفع التصنيع لمنتج لهذا المنتج بشكل مخطط كاملا بالسابق. أما الفلسفة الثالثة هي الدمج بينهم، عمل خطة ولكن هذه الخطة قابلة للتغيير أثناء تشغيلها حتى نتمكن من توفير أو عمل الشكل الأفضل للتعامل مع هذا المنتج. تكلمنا أيضا عن نظم المعلومات المالية والمحاسبية، وقلنا أن بشكل عام أن نظم المعلومات المحاسبية والمالية تعمل في أنظمة، أو ببساطة خلينا نقول هي نظم معلومات تستخدم لتعقب سجلات الأصول المالية للشركة والتدفق النقدي فيها. هذا هو خلاصة الموضوع، نظم معلومات تستخدم لتعقب سجلات الأصول المالية للشركة والتدفق النقدي فيها. أيضا قلنا أن هذه النظم تتفاعل مع المستويات الإدارية الثلاثة، هي متكاملة رأسيا، هي تتعامل مع المستوى التشغيلي من خلال الإشراف على التدفق النقدي الشركة من خلال التبادلات المختلفة للمدفوعات والمقروضات، وتتعامل مع المستوى الإداري فهي تساعد المديرين على الإشراف والتحكم في الموارد المالية للشركة، كما تؤسس على مستوى الاستراتيجي غايات استثمارية طويلة الأجل وتزود بتنبؤات طويلة الأجل أيضا. وقلنا قسمنا هذه النظم، نظم المعلومات المالية والمحاسبية، إلى نظم معلومات مالية ومنها أربعة أنواع فرعية، هي نظم إدارة الأموال Treasury Management Systems، ونظم إدارة النقد Cash Management Systems، ونظم التقارير المالية Financial Reporting Systems، ونظم الميزانية الرأسمالية البادجت سيستمز، ونظم المعلومات الحسابية أربعة أنواع أيضا رئيسية، هي نظم الاستاذ العام جنرال ليدجر سيستمز، ونظم حسب التكاليف كوست أكاونتينج سيستمز، ونظم الزمن الدائنة أكاونتس بيبل سيستمز، ونظم الزمن المدينة الأكاونتس ريسيفبل سيستمز. وتكلمنا عن نظم المعلومات الحسابية أولا، وقلنا أنها تنتج المعلومات المرتبطة بالأنشطة المحاسبية في المنظمة، هي تنظم نظم تستخدم لتأمين إنتاج التقارير حول تدفق النقد، حول الميزانيات المختلفة مثل ميزانية المراجعة والميزانية العامة، توفر أيضا العديد من برمجيات تطبيق المحاسبة لخدمة الأفراد المختلفة في الشركة حتى تحفظ متابعة الأصول المالية للشركة. وأيضا هنا يجب أن تكون تربط هذه النظم مجموعة من المهارات في التخصصين في تخصصين ومجالين الخبرة هما المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات. أيضا قلنا أن هذه النظم تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية: نظم الأستاذ العام، ونظم محاسبة التكاليف، ونظم الزمن المالية، ونظم الزمن الدائنة، ونظم الزمن المدينة. وقلنا أن نظام الأستاذ العام هو نظام يعمل على مساعدة في تقديم الميزانية العمومية في نهاية السنة، هو يعمل على تماسك البيانات المستقبلية من مدفوعات والمقروضات النقدية، سجل الرواتب مثلا، ومن نظم المعلومات المحاسبية الأخرى، بحيث أن نحصل على الميزانية العمومية، مما يؤدي إلى دقة أعلى وكلف أقل في تقدير كمية النقد المحتفظ بها. أما نظم محاسبة التكاليف فهي نظم المحاسبين المسلمين الداخليين فقط، تحدد نظم محاسبة التكاليف للمسلمين الداخليين كلفة تزويد منتج خاص أو خدمة خاصة على الشركة، وهي نظم داخلية داخل المنظمة وليست خارجية. أما نظم الزمن الدائنة فهي نظم ترتبط تساعد على تتبع المعلومات الخاصة بالمشتريات المدفوعات
والمحافظة على علاقة جيدة مع الموردين، والتزويد أيضا بتقارير ومعلومات عن تحليل المدفوعات وتكاليف الشراء وحسابات العمال وهكذا. أما نظم الذمم المدينة هي نظم معلومات تنتج المعلومات المرتبطة بالذمم المدينة، وتساعد على الاحتفاظ بسجلات حول مشتريات العملاء ومدفوعاتهم، كما تصدر فواتير سجلات العملاء، مما يقلل من مستوى الديون المعلومة للمنظمة. تكلمنا أيضا على أن هذه النظم بشكل عام، نظم معلومات المحاسبية والمالية، النظم معلومات المحاسبية بالتحديد تساعد في أو تستخدم التكنولوجيا مثل شبكات الإنترنت وتفعل بعض التولز مثل الكريدت كارد لتفعيل العمليات المالية، العمليات المحاسبية الإلكترونية داخل المنظمة. وقلنا ايضا ان هناك نظم اخرى غير الاربعه اللي ذكرناهم، اللي هي نظم هي نظم فرعيه من نظم المعلومات المحاسبيه، اللي هي نظم معدل الطلبيه اوردر بروسيسنج سيستمز، ونظم سجلات الرواتب او ما تسمى بالبيرول سيستمز. نظم معدل الطلبيه تعمل على تتبع اوامر العملاء وبناء الانتاج وبناء بيانات الانتاج التي نحتاجها لتحقيق البيع ومراقبه وتحميل المخزون، وتزود بسرعة ودقة وبطريقة فعالة سجلات أوامر العملاء ومعدل المبيعات. أما نظم سجلات الرواتب البايرول سيستم، والتي تعمل على استدامة البيانات حول دوام العمال، حول سجلات موظفين، حول إصدار الشيكات للعمال بالمستحقات بتاعتهم، حول المتطلبات الأخرى سواء الحكومة أو المؤسسات الأخرى بدقة. بعد ذلك انتقلنا للكلام على نظم المعلومات المالية أو الفاينانشال information systems، وقلنا انها تعمل تنتج معلومات مرتبطه بالانشطه الماليه للشركه، ويمثل مجموعه من الطرق والاجراءات التي تدعم المديرين الماليين في اتخاذ القرارات الماليه وتخصيص ومراقبه الموارد الماليه في المنظمه. وقسمناها الى اربعه اقسام رئيسيه: نظم اداره الاموال treasury management systems، ونظم اداره النقد cash management systems، ونظم التقارير المالية financial reporting systems، ونظم الميزانية الرأسمالية budget management budgeting systems. وتكلمنا عن كل من هذه النظم الفرعية، وقلنا أن نظم إدارة الأموال أو treasury management systems هي تهتم بالتعامل مع الأسهم والسندات، وتقدم على تأكيد وتأمين التقارير المالية والاقتصادية والتحليل المالي، وذلك لتقليل المخاطر وتعظيم الفوائد وتحديد المحافظ المالية للشركة. كما تكلمنا على نظم إدارة النقد أو الكاش مانجمنت سيستمز، وقلنا أنها تجمع معلومات حول النقد الداخل والخارج للمنظمة، وهذا يسمح لها التصرف بطلب وديعة أو استثمار أموال مثلاً، مما يساعد على تحديد البدائل المالية اللازمة واستراتيجيات استثمار. تكلمنا أيضا على نظم التقارير المالية Financial Reporting Systems، والتي تعمل على حفظ نتائج سجلات التقارير المالية للمستثمرين والدائنين والمستثمرين الخارجيين مثل الحكومة. ونظم الميزانية الرأسمالية، وهي نظم تقييم الربحية والتمويل، كما تساعد النظم في التحليل مخاطر التدفق النقدي والربحية لتحديد المزيج الأمثل لرأس المال المشروع. أشكر لكم حسن استماعكم، ونلتقي في محاضرات قادمة إن شاء الله. لكم مني كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.